ومساكم الله بالخير جميعا. في البداية اسمحوا لي أتقدم جزيل الشكر والعرفان لأخوي الغالي وصديقي وزميلي ورفيق الدرب في هذا العمل السياسي على مدى 15 سنة ماضية، أخوي مساعد القريفة. وأقول لك يا مساعد، كفيت ووفيت، وبيض الله وجهك ومعوض إن شاء الله والخير بالبال، والخيرة إن شاء الله فيما يختاره الله، ولعل في الأمر خيرة لك ولنا كلنا. وتأكد أن أحياناً النجاح والفوز ما هو بعدد أصوات، ولكن بمحبة الناس واحترامها وتقديرها والحضور هذا اليوم رغم شطبك من الانتخابات، إلا هي أبلغ رسالة أنك نجحت وفزت بإذن الله. يا أخوان، اللي تعرض له مساعد القريفة ما هو الأول، وبكل أسف أقول أني لست متفائلا أن راح يكون هذه نهاية هذه السلسلة من الملاحقات والتضييق والحرمان من المشاركة، لأن هناك بعد تاريخي، بعد تاريخي امتد لأكثر من 100 عام. اليوم السياسيين والمحللين يقولون أن أمام الشعب فرصة تاريخية، ولكن لو يسمحوا لي أني أختلف معاهم بهذا الوصف. من أمامه فرصة تاريخية هي السلطة وليس الشعب، لأن الشعب في كل مرحلة من مراحل الحياة السياسية الكويتية من 100 عام، من عام 1921 إلى يومنا هذا، أثبت في جميع المحطات وفي جميع المراحل على وطنيته وعلى إخلاصه وعلى إمهال الفرصة، تلو الفرصة للسلطة، للإيمان بالديمقراطية والتمسك بالمشاركة الشعبية، ولكن هذا الأمر للأسف ما صار. لذلك نقول أن هذا الصراع وهذا الكفاح ما بين أهل الكويت وبين أبناء هذا الشعب مع السلطة هو صراع قديم. والمطالبات للأسف بالمشاركة الشعبية والحياة الديمقراطية كانت موجودة من 1921 إلى اليوم، ولكن في جميع هذه المراحل للأسف قوبلت بالرفض والتهميش والبطش في بعض الأحيان. المجلس التشريعي الأول اللي طالب فيه أهل الكويت بعام 21 وشارك في ثلة من إخيار هذه البلد، ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر حمد الصقر ويوسف بن عيسى القناعي وهلال فجحان المطيري وابراهيم المضف وغيرهم رحمة الله عليهم جميعا، ولكن ما سلموا. بشهرين فقط تم حل المجلس التشريعي الأول، وبعد ذلك استمر الحراك إلى عام 1938، وطالب الكويتيين بالمشاركة الشعبية وإصلاح بيت الحكم والتمثيل الشعبي والمشاركة في الحكم، ولكن للأسف الشديد أيضاً قوبلت هذه المطالبات بالتعسف والبطش، وصارت أحداث للأسف مؤسفة. حاول الكثير من أخيار الكويت في ذلك الوقت الاعتراض بعد ما حل المجلس بعدة شهور، أيضاً حاولوا الاعتراض، وش اللي حصل؟ الشهيد رحمة الله عليه محمد القطامي أغتيل في تلك الفترة، ثم بعد ذلك أعدم محمد المنيس الشهيد لأنه دافع عن محمد القطامي، وسجن أيضا في تلك الفترة عبد اللطيف ثنيان الغانم وسليمان العدساني ومشعان الخضير، وتم تهجير عبد الله الصقر وعبد اللطيف الطبطبائي والزعيم محمد البراك الفضالة، اللي عذب تعذيب بشع. واللي يقرأ المذكرات البريطانية اللي صدرت قبل أو نشرت قبل أعوام بسيطة يشوف شلون عذب محمد البراك الفضالة لأنه وقف مع أهل الكويت ودافع عن مطالباتهم، واستمر أهل الكويت
واستمروا في مطالباتهم وبتحركاتهم لين يا عام 62، وأقر دستور الكويت بعد المطالبات الحثيثة الكثير من أبناء الكويت، ونتج عنا مجلس 63 بإيمان من الكويتيين بالمشاركة الشعبية والحياة الديمقراطية وبالدستور، ولكن قوبل بإيش؟ قوبل بتزوير انتخابات 67. وبعد ذلك رجعوا الكويتيين وتحركوا وآمنوا بالديمقراطية وبالمشاركة الشعبية وبالدستور، وقوبل بإيش؟ قوبل بحل وتعليق الدستور بعام 76. وهم ردوا الكويتيين وتحركوا وشاركوا بمجلس 81، وشنو كانت النتيجة؟ علق مجلس 86. وبعد ذلك قام الدواوين الاثنين وتحركوا مجموعة كبيرة من أبناء هذا الوطن، واليوم معانا مسلم البراك عضو لجنة 45 اللي كان لهم الدور الفعال والوطني في تلك الفترة أيام دواوين الاثنين، وهذه الدائرة أيضاً وبمناطقها أيضاً أخرجت لنا أمثال الشهيد مبارك النوت، العم الله يرحمه عباس مناور، العم الله يطول بعمره أحمد شريعان. هذه الأسماء اللي حاولت وكافحت في تلك الفترة لعودة الحياة الديمقراطية. ثم بعد ذلك جانا الغزو الغاشم، الغزو العراقي الغاشم، واجتمعوا الكويتيين في مؤتمر جدة وأكدوا المؤكد أن شرعيتنا هي أسرة الصباح، ولا مجال للنقاش أو النزاع أو الاختلاف حول شرعيتهم، وهذا كان شيء ثابت طوال مسيرة أهل الكويت طوال هذه السنوات بأكثر من 300 سنة، عمرهم الصباح ما كانوا محل جدل أو اختلاف. وجاءت التأكيدات بعودة الحياة الديمقراطية بعد التحرير، وجانا الحمد لله التحرير ورجعوا بالمجلس الوطني بعد التحرير مباشرة. لذلك القول أن الفرصة هي فرصة تاريخية للشعب قول غير صحيح. أكرر، هذه الفرصة التاريخية هي للسلطة أن تؤمن هي فعلاً بالدستور، وتؤمن فعلاً بالمشاركة الشعبية، وتؤمن فعلاً بالديمقراطية. هذه الحقيقة اللي لازم نوصلها. بعد ذلك عشنا الأحداث من بعد التحرير إلى نبيها 5، لما انتفض أبناء الشعب الكويتي ومن ضمنهم أخوي مساعد القريفة، وتشوفون مشاركاته في طوال مسيرته السياسية، وكثير من شباب الكويت اللي وقفوا وحاولوا تصحيح الأوضاع السيئة اللي كانت موجودة والممارسات السيئة اللي كانت موجودة. ولكن للأسف الشديد بعد ما تم تحقيق نصر من أبناء الشعب الكويتي وتحققت الدوائر 5، انتكست الأمور بعد مرة ورجعت السلطة إلى نفس الممارسات السيئة اللي انتهجتها طوال هذه السنوات. وينا بحملة ارحل اللي شاركنا فيها، وشارك فيها أبو حمود وشارك فيها أبو محمد، وتعرضنا ما تعرضنا له من سجن ومن قضايا ومن ملاحقات سياسية. وأنا انتهز الفرصة هذه، أنا أبو حمود هالكلام ما قلته بالعلن، لما اتصلوا فيني مباحث تنفيذ الأحكام لتنفيذ حكم السجن ضدي، أول شخص اتصلت فيه هو مسلم البراك، لإيماني أن هذا الرجل ليه قال فعل. بحمود أيامها كان في تكتل الشعبي، وأنا كنت أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي، وبحمود قال في لحظة القبض عليك اعتبر نفسك أمين عام التكتل الشعبي، وهذا فعلا اللي صار. وقف بحمود مع والدي ومع أسرتي طوال أيام سجني إلى اللحظة اللي خرجت فيها من السجن، فهذا يا بحمود شكر وعرفان، ما حصل لي فرصة طوال هذه السنوات أني أقولها، بس أتيت على الفرصة أقولها لك اليوم. بعدها جينا حق رحل وشفنا ما شفنا بأسوأ الفترات اللي عشناها في التاريخ السياسي الحديث،
من مصروفات ديوان رئيس الوزراء، وكلكم تذكرونها، 23 مليون دينار على أبوام وأقلام وبخور وهدايا، وكلها حسب تقرير ديوان المحاسبة كانت مجهولة المصدر ومجهولة جهات الصرف. وبعدها انكشفت قضية التشيكات اللي للأسف الشديد تحولت قاعة عبد الله السالم التي تحمل اسم أبو الدستور، وتحول هذا الصرح الوطني التاريخي إلى مزاد يشترى فيه النواب. وبعد ذلك انكشفت قضية الإيداعات وقضية التحويلات، وللأسف الشديد بعد ما انتفض أبناء الشعب الكويتي وصارت قضية دخول المجلس، بدأت سلسلة أخرى من الملاحقات والتنكيل والقيود الأمنية، ولكن أيضاً استمر أبناء الشعب الكويتي وأخرج لنا مجلس 2012. كل شخص كان ملاحق من قبل السلطة في تلك الفترة أنتم أخرجتوهم في المراكز الأولى في انتخابات 2012، وهذه حقيقة لازم يذكرها، لأن الشعب الكويتي دائما انتصر لرموزه وقضاياه. وبعدها كرامة وطن اللي شارك أكثر من 120 ألف مواطن ومواطنة دفاعا عن دستورهم ودفاعا عن قضاياهم، وللأسف الشديد ماذا قوبل هذا التحرك؟ قوبل مكررا بالملاحقات والسجون، وللأسف هدوا علينا الإعلام الفاسد، جرائد وقنوات إعلان واحد ما فيها تصدر يوميا، وقنوات 24 ساعة شغلها الشاغل ضرب المصلحين، وما في أحد سلم منهم، ولا حتى أهلنا ولا عوائلنا ولا قبائلنا ولا طوائفنا، يخرجون مهرجين مدعومين من قبل السلطة، وكلنا ندري من منو مدعومين. حاولوا يفرقون بين أبناء الشعب الكويتي، ولكن مجدداً الشعب الكويتي أثبت أصالته وقوة معدنه ورفض هذه الادعاءات. وبعد ذلك تم سحب الجناسي، هذه القضية اللي للأسف الشديد كانت سلاح مدمر. لو كانت القضية قضية سجن ما بالينا، ولكن لما تعرض أسر بأكملها إلى مسح هويتها برمضان وبالعشر الأواخر، أي عقلية كانت تفكر بذاك الوقت؟ أي منطق؟ أسر بأكملها انمسحت ولغت هويتها، ثم قضية السجون والتهجير اللي تعرضوا له كثير من نوابنا السابقين والشباب، واللي للأسف الشديد اليوم ما زلنا نعاني من هذه القضية. جنسية أحمد الجبر لليوم ما ردت، وهذا الأمر غير مقبول، وإذا هذه كانت فرصة تاريخية فالفرصة التاريخية هي للسلطة بإرجاع جنسية أحمد الجبر فورا. جنسيته انسحبت بشخطة قلم، وممكن ترجع أيضا بشخطة قلم، وما زال شبابنا عبد العزيز جار الله المطيري، صقر الحشاش، رانيا السعد، وغيرهم الكثير العشرات خارج هذا الوطن، ومكانهم الحقيقي هو بيننا هني، فوطنهم يحتاجهم، واحنا كأبناء شعب نحتاجهم، وأسرهم تحتاجهم، ووطنهم أولى فيهم من الغربة. أنا عشان ما أطيل، بالرغم من هذا كله، منحت فرصة تاريخية للسلطة أيضاً، مدتها 10 سنوات، من 2012 لليوم. مو يقولون المعارضة هي اللي عطلت التنمية، مو يقولون أن المعارضة هي اللي وقفت الخدمات وعطلتها، ما كانوا يقولون مسلم البراك صوته عالي وفيصل مسلم مؤزم، والشباب اللي كان يتكلمون بحرقة
دفاعا عن بلدهم ومستقبلهم، ما بين ملاحق وما بين مسجون وما بين مهجر وما بين قيود أمنية. وما أدراك من القيود الأمنية؟ القيود الأمنية هي أن تكون مواطنتك مع وقف التنفيذ. أنت مواطن بس مو مواطن، وتدفع تبعاتها أنت وأسرتك وأبنائك. وهذه قضية لا يمكن السكوت عنها. ولكن خلال هالعشر سنوات هذه، هل شفنا تنمية؟ حين غُيبت المعارضة ما بين مقاطع وما بين مهجر وما بين سجين، هل تقدمت البلد؟ لا والله ما تقدمت شبر. وما أحتاج أعتقد أني أذكر بالتفصيل القضايا، لأن كلكم عشتوها في السنوات الأخيرة. ولكن على السريع، ضيافة الداخلية، صندوق الجيش، قانون المسيء، النائب البنغالي، غسيل الأموال الإيراني، رشاوي القضاة للأسف، الصندوق الماليزي، ورؤساء وزراء متهمين، ووزير داخلية ووزير دفاع ولواءهم اللي كان يقول لنا بلعوا العافية، واللي نبي نطلع ملف نطلع ملفه. أنت اليوم اللي بلعت العافية، وأنت اللي ملفك طلع وملفك اليوم في السجن المركزي. نرجع لما بدأت به، وهو ما سأختم به أيضا. ليش مساعد القريفة؟ وليش تعرض ما تعرضوا له؟ يا مساعد أنت منت بروحك، والقضية ما هي قضية شرط فقط، القضية أكبر من ذلك بكثير. القضية، وهذه قاعد نشوفها حتى الأيام هذه، القضية هي شيطنة الحراك، شيطنة المخلصين، شيطنة الوطنيين، وشيطنة نوابة ونواب السابقين وشبابه، يحاولون يسخفون قضايانا ويسخفون هذا الحراك، يحاولون يقللون من مكانته، ويحاولون يسطحون من التضحيات اللي قاموا فيها العشرات من أبناء الشعب الكويتي. أنا زرت الجماعة في تركيا عدة مرات خلال فترة تهجيرهم، والله أنها أكره زيارات، لأن شخص مثل مسلم البراك اللي كان يستقبلنا في ديوان العامر في الأندلس، والله يا جماعة ثقيلة 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 علينا أن شخص مثل هذا يكون عايش بالمهجر بشقة. والله يا جماعة أن في كل مرة أزورهم فيها، وهذا شرف عظيم هم يستحقون ذلك، ولكن زيارة ثقيلة ومريرة. ما هو مقبول أن رموزنا الوطنيين يتعرضون ما يتعرضون لنا، ولا هو مقبول أن شبابنا الوطني يتعرضون حق اللي قاعد يتعرضون له، ومحاولة التقليل من تضحياتهم وتسطيح تضحياتهم والتقليل من شأنها أمر غير مقبول. وهم اللي خايفين منه، خايفين من الحراك القادم، عشان كذي قاعد يسوون اللي قاعد يسوونه اليوم. ولكن إيماننا بالله قوي، وإيماننا فيكم كبير، ومثل ما أبناء الشعب الكويتي من عام 21 إلى هذا الوقت أثبتوا في جميع المراحل قوتهم وصلابتهم وانتصارهم للحق وانتصارهم للوطن وانتصارهم للمستقبل وانتصارهم لشبابهم مثل مساعد القريفة والشباب اللي وياه. أيضا في هذه الانتخابات أعتقد أبلغ رسالة قيلت، وهو الدور اللي لازم احنا نقوم فيه، وهي الرسالة اللي لازم احنا نحملها يوم 29/9، هو شعار اللي رفعه مساعد القريفة: إنما الأوطان تبنى بالثقات. وشكراً.